عن جد رح يجي 1000 شخص على العرس؟ ايه الضيوف الرسميين 750 شخص تقريبا. صحيح انت عطيتي قائمتك لمنيرة؟ انا ضيوفي شي 5-6 مو اكتر. تعرف ما عندي عيلة، حسيت حالي وحيدة وانا عم اكتب اسمائي اللي بدي ادعيهم. لا حبيبي شهرزاد لا تفكري بهالطريقة ابدا. امتى حتجي خالتك؟ لازم تجي قبل موعد العرس. ما بعتقد انها حتجي لانه هي ما بتقدر تقوم. فهمت، لما نتزوج حنجيبها لعنا. لعنا لهون؟ ايه شو فيها، بيتنا كبير وبتعيش معنا. انوار قديش محظوظة فيك. انا اللي محظوظ فيكي. يلا هلا نشغلنا بالعرس ونسينا شغلنا بلا كسلنة. تفضل على الشغل. ما قلتي لي رح تعزمي برهان بيك على العرس؟ ما بعرف لسه ما قررت. برأيك مزبوطة أدعيهم؟ يعني انت شايفي فيها اي احراج؟ بس هني صار لهم فترة عم يعملوكي كأنهم أهلك. أي لو تعرف قديش برهان بيك متعلق بحفيده. بعرف ندمان على كل شي عمله. واضح. مو عارفان شو أعمل. عزميهم. عم تحكي جد؟ إيه برهان بيك هو سبب حبنا يا شهرزاد. كيف يعني؟ لأنه لو تكفل برهان بيك بعلاج ابنك كينان وقتها ما كان صار شي بيناتنا. أنور بترجاك هديك حبنا بلش هديك الليلة. هديك الليلة اللي ما حبيتيها واللي كانت السبب إنه أكره حالي، وكانت فرصة لنحب بعض ونوصل اليوم هاد. بهديك الليلة ولد حبنا وهذا السر تبعنا.